بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس العاشر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب تفريض صلى الله عليه وسلم على نزول السنة والترغيب إليه وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم. التحريض معناه الحث، معناه الحث على لزوم السنة، أي التمسك بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة يراد بها الطريقة، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد بها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات، كله يسمى السنة. معنى لزوم السنة هي التمسك بها، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها هي ضمان النجاة يوم القيامة. فمن ترك السنة هلك. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، قدوة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. المراد بكتاب الله القرآن، والمراد بالسنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الطريقة والأقوال والأفعال والتقريرات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تفسر القرآن وتوضحه، تدل عليه، وهي الوحي الثاني، وهي الحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة. فلا نجاة إلا بالتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أصل سنة الرسول تمسك بالقرآن، فقوله السنة أي والقرآن، لأن القرآن هو الأصل. فلا نجاة إلا بالتمسك بالسنة في كل وقت وفي كل زمان. فمن حاد عن السنة وأخذ بغيرها هلك، ومن أخذ بالسنة وسار عليها نجا، سواء السنة في العقيدة أو السنة في العبادات أو السنة في المعاملات أو السنة في الآداب والأخلاق. السنة عامة، وأول وأولى ذلك العقيدة، عقيدة التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أول ما دعا إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، هذا أول ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كغيره من النبيين أول ما يدعون إلى التوحيد وإلى العقيدة. ثم بعد ذلك يأتي العمل،
نعم. باب الحديث صلى الله عليه وسلم على ذنوب السنة والتغريب في ذلك. نعم. وترك البدع والتفرق والاختلال. كذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن البدع المحدثات لأنها مخالفة للسنة. والبدعة البدع جمع بدعة وهي كل ما أحدث في الدين مما ليس منه. ويشمل البدعة في الاعتقاد ويشمل البدعة في العبادة ويشمل البدعة في الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالواجب أن تعرض أقوال الناس أقوال العلماء وأفعال الناس وعباداتهم واجتهاداتهم. الواجب أن تعرض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما وافق السنة يؤخذ به وما خالف السنة إنه يترك ولا يعمل به. وإن استحسن من استحسن أو قالوا هذا زيادة خير أو عبادة نقول لا، ما خالف السنة فهو شر وليس بخير. ولو استحسنه من استحسنه أو ظن أنه يقرب إلى الله فإنه يبعد عن الله عز وجل. نعم. وقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله يوم الاخر وذكر الله كثيرا. هذا من الادله على وجوب لزوم السنه والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قدوه. الاسوه معناها القدوه والتأسي معناه الاقتداء. فالقدوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن عداه فإنما يقتدى به إذا وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ليس قدوة بل هو قدوة سيئة. نعم. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم. الترجمة فيها النهي عن التفرق والدليل على ذلك قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الدين واحد هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين وما خالفه فليس بدين وإن زعم أصحابه أنه من الدين. والتفرق يحدث الشقاق ويحدث البغضاء ويحدث الأهواء وقد يحدث القتال وسفك الدماء ويخل بالأمن. فلا بد من الاتفاق على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ذكر الله التفرق عن أهل الكتاب أنهم لما تفرقوا هلكوا. التفرق لا خير فيه. ومعلوم أن الناس يختلفون في الاجتهاد والآراء شيء طبيعي. الناس يختلفون في الاجتهاد والآراء والفقه لكن الواجب عرض أقوالهم واجتهاداتهم
على كتاب الله الذي يجمع المتفرقين هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوه إلى الله إلى كتاب الله والرسول في حياته عليه الصلاة والسلام يرد إليه وبعد موته يرد إلى سنته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فالخلاف يحسم والنزاع ينهى بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة يختلفون في بعض الأمور لكن يردون خلافهم إلى كتاب الله وسنة رسوله ثم يتفقون. وهكذا من بعدهم من أهل الإيمان وأهل الصدق أنهم إذا اختلفوا ردوا خلافهم إلى كتاب الله وسنة رسوله. أما إن كل واحد يأخذ برأيه يتعصب لرأيه فهذا ليس من شأن المسلمين. نعم. وقوله تعالى: وما وصينا به وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع الله لكم من الدين ما وصى به نوح أول الرسل والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى الخمسة هؤلاء خمسة هم أولو العزم. ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هؤلاء هم أولو العزم على القول المشهور. والدين دينهم واحد دين الرسل كلهم واحد لكن ذكر هؤلاء لأنهم أولو العزم وإلا دين الرسل كله واحد وعبادة الله وحده لا شريك له. وإن اختلفت شرائعهم بحسب المصلحة والحكمة التي يعلمها الله لكن عبادة الله هي عبادته في كل وقت بما شرع عبادته في كل وقت بما شرع. فإذا نسخ فالعمل على الناسخ ويترك المنسوخ. الله جل وعلا يشرع لكل أمة ما يناسبها ثم ينسخه بشريعة أخرى تناسب الجيل الذي بعده وهكذا إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم فنسخ الله به الشرائع السابقة وبقي دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في الفروع. أما الأصول ما يقع فيها نسخ. توحيد ما فيه نسخ إنما النسخ الأحكام العملية الأحكام العملية مثل البيع والشراء والأنكحة وأن يجري فيها نسخ وتغيير حسب حكمة الله جل وعلا. أما أصول الدين والعقيدة هذه واحدة ما فيها نسخ ما يدخلها النسخ. نعم. أن أقيم الدين أن أقيم الدين ولا تتغرقوا فيه هذا محل الشاهد. أقيم الدين على ما جاء من غير اختلاف ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. نعم. وعن عمر بن سالمة رضي الله عنه قال: وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مليحة ضربت منها العموم ووجدت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه امرأة مودعة فما تعرفه الينا
فقالوا منكم تقوى الله والسمع والطاعة، فإن كان عبدا فنسيا، فإنه من يعرفكم المسار خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإنا لكم منها الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فوالله داود والترمذي وصححه وابن ماجه. نعم، هذا حديث عظيم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه، هذا من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعظ أصحابه، تخولهم بالموعظة، ما هو يداوم على هذا لكن يتخولهم بالموعظة أحيانا، فيؤخذ من هذا مشروعية الموعظة، وأن العالم وإمام المسجد أنه لا يغفل عن جماعته، لا يغفل عن جماعته ولا يغفل عن المسلمين، بل يعظهم أحيانا ولا يطيل عليهم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعظ أصحابه، فطلبوا منه أن يداوم على الموعظة، فقال لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة ولا يداوم عليها لئلا يملوا، كذلك لا يطيل الموعظة حتى تثقل عليه بل يختصر، هذا من السنة. و هذا فيه أن الرسول وعظ أصحابه في يوم من الأيام، وجاء أن ذلك كان بعد صلاة الفجر، كان بعد صلاة الفجر موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرقت منها العيون، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفصل الخطاب، وكان يختار الألفاظ المؤثرة في موعظته، ولا يروح يسحح ويجيب سواليف ويجيب أشياء مثل ما يفعل بعض القصاص، لا، يركز على الأشياء المؤثرة المفيدة المختصرة، موعظة بليغة يعني وصلت إلى القلوب، بلغت إلى القلوب والأفهام. فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودة، يعني فهم أن هذه الموعظة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فأوصل، لأن من عادة العالم ومن عادة ولي الأمر أنه يوصي عند نهاية، ومن عادة الوالد أنه يوصي عند نهاية حياته من خلفه، فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله هي فعل أوامره وترك نواهيه، سميت تقوى لأنها تقي من عذاب الله، والتقوى كلمة عظيمة رتب الله عليها خيرات كثيرة، ومعناها بالاختصار أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف من عقاب الله، هذا معنى التقوى. أوصيكم بتقوى الله أي فعل أوامره وترك نواهيه خوفا وطمعا، رجاء وخوفا، والسمع والطاعة، أول شيء تقوى الله سبحانه وتعالى وذلك بعبادة وحده لا شريك له، ثانيا السمع والطاعة لولي الأمر، لأن هذا يحصل به اجتماع الكلمة تنتظم به المصالح
وهذا سبب للاتفاق، ومنجاة من الاختلاف. فلا يحصل الاجتماع والاتفاق إلا بولي أمر يسوسهم وينفذ فيهم أوامر الله سبحانه وتعالى، ويدفع عنهم الأذى والعدو، يقيم الحدود، يمنع الظالم، يرد الحقوق إلى أصحابها. ما لا يكون هذا إلا بولي الأمر، ولا يتم ولا يستقيم ولي الأمر إلا بالسمع والطاعة. لا يستقيم ولي الأمر إلا بالسمع والطاعة. فإذا كان ولي أمر لكنه لا يسمع له ولا يطاع، ما ينفع ولا يفيد، فلا بد من السمع والطاعة. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والسمع والطاعة لولاة الأمور. وإن تأمر عليكم عبد، لا تحتقروا ولي الأمر ولا تهونوا من شأنه أو تسبوه عند الناس أو تقللوا من شأنه وتقولون: هذا عبد، هذا ليس له نسب، هذا حبشي. ما هو بالنظر إلى نسبه، وإنما النظر إلى منصبه، إلى المنصب، ينظر إلى المنصب وينظر إلى الشخص. الشخص سواء كان حرا أو عبدا، إذا تولى أمر المسلمين وجبت طاعته وحرمت مخالفته. وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم، من تطول به الحياة، هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم، فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من باب تحذير، هذا خبر معناه التحذير، فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، إذا حصل الاختلاف ما الذي يعصم منه وما الذي ينجي منه؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي، هذا هو سبيل النجاة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. وعملهم حجة، عملهم حجة وسنة، سنة تتبع رضي الله عنه. فعليكم بسنتي وسنة، عليكم كلمة حث، عليكم بسنتي كلمة حث، أي يلزموا، يلزموا سنتي، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي يلزموا أنفسكم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها. زيادة تأكيد، زيادة تأكيد لقوله عليكم، بل زاد تأكيدا وقال: عضوا عليها بالنواجذ، وهي الأضراس. وهذا مثال للذي وقع في هلاك، وقع في غرق في بحر، وقع في الغرق ومعه الحبل اللي يعتصم به ويخرج به من الغرق، فإذا خشي أنه ينفلت من يده عض عليه بأسنانه خوفا من أنه يفلت الحبل، لأنه لو انطلق الحبل وهو في لجة هلك، ما له نجاة إلا بالله ثم هذا الحبل. فهو من شدة حرصه على هذا الحبل يعض عليه بأضراسه، ما يكفي أنه يمسك بيده خوفا أن ينفلت منه.
هذا تشبيه للذي يقع في الفتن، لأنه بحاجة إلى التمسك بالسنة كما يحتاج الغريق أنه يتمسك بالحبل، وإلا فإنه لا ينجو. هذا تمثيل بليغ، تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير، إياكم أي احذروا، إياكم ومحدثات الأمور، هذه البدع. محدثات الأمور هي البدع، فالبدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذا هو البدعة. أما ما أحدث في أمور الدنيا من الصناعات والمخترعات، هذا ليس بدعة، هذا لا بأس به، إنما الكلام على ما أحدث في الدين مما ليس منه. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. هذا رد على اللي يقولون إن هناك بدعة حسنة، إن هناك محدثات طيبة وحسنة، هذا رد عليهم، لأنه ما في محدثة حسنة ولا في بدعة حسنة، وإنما كل البدع والمحدثات شر، لأن الله جل وعلا أكمل لنا الدين، ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعدما أكمل الله به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، فلا حاجة إلى إضافات واستحسانات يأتي بها الناس، يكفي الدين كامل ما يحتاج إلى زيادة. نعم. وفي رواية الله: لقد ضربتكم على الله ايها الذين لا يجيب عنها تعظيم من الايه ومن يعلمكم مساوئنا انت من نعم. تركتكم على البيضاء يعني الجادة الواضحة، على البيضاء يعني الجادة الواضحة، وهي صراط الله سبحانه وتعالى، من سار عليها نجا ووصل، ومن تركها هلك، لأنه ضيع الطريق، إذا ضيع الطريق هلك. فلا طريق إلى الجنة إلا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من تركها فهو مثل الذي ترك الطريق في مهلكة، يضيع يهلك، يقتله العطش والجوع، أو تأكله السباع تفترسه، أو يأخذه العدو. أما الذي يسير مع الطريق الواضح فهذا ينجو بإذن الله. على ألسنة الناس: تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة هذه ما ثبتت، اللفظة هذه ما ثبتت، الذي ورد: تركتكم على البيضاء، كما في هذه الرواية. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد، وكلمة أما بعد، كلمة أما بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخر، فاصلة، هي فاصلة، قيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا هي أما بعد، ويؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام آخر. كان صلى الله عليه وسلم في خطبه يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، القرآن، القرآن حديث لأنه كلام الله، الحديث معناه الكلام،
الحديث معنى الكلام، ومن أصدق من الله حديثا فهو حديث، الله نزل أحسن الحديث فهو حديث، يسمى حديث ويسمى قرآن يسمى كلام، هو كلام الله سبحانه وحديثه جل وعلا، وهو خير الحديث، لا شيء خير من القرآن، هو خير الحديث لأنه كلام الله جل وعلا وأصدق الحديث، ومن أصدق من الله حديثا، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي أي السنة التي تتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية خير الهدي هدي الأنبياء، خير الهدي هدي الأنبياء، ولكن المعروف والمشهور خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كذا هدي الأنبياء أيضا هو خير الهدي. وشر الأمور، لما ذكر خير الأمور ذكر شر الأمور، وهذا مما يدل على أنه ما يكفي أن الإنسان يبين للناس الحق ويترك بيان الباطل، مثل ما يقول بعض الناس: علموا الناس التوحيد ولا تعلمونهم الشرك، لا تبينون لهم، علموهم الخير ولا تشرحون لهم الشر، لا، لازم يذكر لهم النقيض من أجل أن يجتنبوه. الرسول ذكر الأمرين، لما ذكر الخير ذكر الشر من أجل أن يحذره الناس، ولا يمكن يحسبون كل شيء خير، لا بد من البيان، بيان الخير وبيان الشر للناس. ولهذا تجدون كتب العقائد فيها بيان التوحيد وفيها بيان الشرك، فيها بيان قول أهل السنة والجماعة وبيان قول الطوائف الضالة من أجل الحذر. شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها وهي البدع، البدع شر كلها، وفي هذا رد على من يستحسن بعض البدع ويقول هناك بدعة حسن، هذا كذب ورد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، زيادة توضيح، كل بدعة هي ضلالة، وين اللي يقول هناك بدعة حسن؟ هذا يرد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. نعم. نعم. وهذا الحديث أيضا أن من أطاع الرسول دخل الجنة، من أطاع الرسول دخل الجنة، كل من أطاع الرسول دخل الجنة، فالذي يريد الجنة يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبى أن يدخل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. تعجب الصحابة قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل أحد إلا يقول له ادخل الجنة يقول لا؟ لا، ما أحد يقول كذا، الرسول بيّن لهم كيف أن الإنسان يأبى دخول الجنة، يأباها إذا عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، من عصاني فقد أبى، يعني أبى أن يدخل الجنة، هذا دليل على أن طاعة الرسول هي السبب لدخول الجنة، وأن معصية الرسول هي السبب للحرمان من الجنة ودخول النار والعياذ بالله. نعم.
فهذا فيه التمسك بالسنة كما ترجم المؤلف، وفيه النهي عن التفرق والاختلاف والبدع. نعم. ولما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة السمحة، السنة السمحة السهلة، ليس فيها تشدد، وليس فيها غلو ولا تطرف، كما أنها ليس فيها تساهل. معتدلة، سنة معتدلة، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، سنة معتدلة ليس فيها غلو وتطرف وتشدد، وليس فيها تساهل وضياع. جاء ثلاثة نفر من الصحابة، ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حرصهم على الخير. شوف، ما راحوا يشتغلون ولا يرجعون إلى الرسول، من أراد الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على المسلم أنه يرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع شيء من عنده. فهؤلاء رضي الله عنهم ما اعتمدوا على اجتهادهم، وعلى بل ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو القدوة، فسألوا عن عمله من أجل أن يقحدوا به. لما ذكرت لهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ثم إنهم اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني فليس بحاجة إلى زيادة العبادة لأنه مغفور له، بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم، هو مغفور له صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يترك العبادة مع أنه مغفور له. ولما قالت له عائشة قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه من طول القيام، فقالت له عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كانت سنته الاعتدال، كان يصوم ويفطر، وكان يصلي وينام، وكان يتزوج النساء، هذه سنته صلى الله عليه وسلم، ما يحرم نفسه من الراحة ولا يحرمها من المتعة عليه الصلاة والسلام، ولا يحرم نفسه من الطاعة والعبادة، بل يجمع بين هذا وهذا، يعطي نفسه حقها ويعطي العبادة حقها عليه الصلاة والسلام. كأنهم تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا: هناك فرق بيننا وبين الرسول، لما اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، فنحن بحاجة إلى الزيادة في العبادة، أما الرسول فليس بحاجة. هكذا اجتهدوا رضي الله عنه،
فقال أحدهم أنا أقوم ولا أنام، يبي يصلي الليل كله ولا ينام أبدا. الآخر قال أنا أصوم ولا أفطر، يبي يصوم الدهر كله ما يفطر أبدا. الثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، يبي يتبتل من العبادة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بلغه ذلك، غضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من مال إلى التشدد ومال إلى حرمان نفسه مما أباح الله لها من الراحة ومن الشهوة ومن الاستجمام، وحمل نفسه على الجد دائما أبدا، فهذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن رغب عن سنتي فليس مني، تبرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على تحريم التشدد والتنطع في العبادة، تحريم الغلو والإفراط في العبادة، وأن الإنسان يعتدل ويأخذ من الدين بقدر ما يستطيع. ما يمكن أحد أنه يستكمل الدين كله، ما لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ما تستطيع أنك تجيب كل أمور الدين، صعب عليك، لكن خذ ما تيسر لك وما تستطيع. قال صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، والمنبت هو الذي يسرع على راحلته في السير، يسرع على راحلته في السير، تنقطع راحلته ويقعد في وسط الطريق. الراحلة هي النفس، هي نفسه، هي راحلته، فإذا شددت عليها انقطعت وقعدت في أثناء الطريق، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. أما اللي يمشي شوي شوي ويأخذ بالراحة فهذا يصل بإذن الله ولا يشق على نفسه. فخذ من الطاعة، خذ منها من قيام الليل، خذ من الصيام، خذ من العبادات، لكن لا تشدد على نفسك تشدد الزائد، بل خلك بين بين، أعطي نفسك راحتها وأعطي العبادة أيضا نصيبها، أجمع بين الأمرين، لا تترك العبادة وتتكاسل نهائيا، ولا تشدد على نفسك، بل خلك بين الأمرين، خليك بين الأمرين، والاعتدال هو الطريق الصحيح، والاقتصاد في العبادة. وفي الحديث أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ولو كان قليلا، إذا داومت عليه هو خير كثير، لكن إذا شددت على نفسك وانقطعت ما حصل المقصود. فمثلا اللي يجتهد يقوم الليالي يمكن يقوم له 10 أيام 10 ليالي شهر، هم ما يستطيع يعني بشر يترك القيام، لكن لو قام من الليل ركعات، لو قام من الليل ركعات ختمها بالوتر وداوم عليها كل ليلة، هذا يحصل على خير كثير. هذا يقطع الطريق براحة، مثل اللي يسير مع الطريق برق يقطع براحة. وكذلك أما اللي ينام ويترك الصلاة، صلاة الليل، ويترك العبادة ويتكاسل منها، طرفي نقيض، إفراط أو تفريط، والوسط هو الخير والاعتدال هو الخير. وأيضا الاعتدال أضمن للاستمرار، والتشدد يحصل به الانقطاع، والكسل يحصل به الحرمان. فلا تكسل ولا تتشدد،
خلك وسط. نعم، هذا بعد. أما الفرائض فلا بد منها، والفرائض ليس فيها تشدد ولله الحمد. الفرائض وضعها الله وضعا مناسبا لحالة العباد، ما فيها تشدد. هل الحج والعمرة فيه تشدد؟ ما في. الحج والعمرة مرة واحدة، ما زاد فهو تطوع. فالفرائض ليس فيها تشدد، إنما اللي تشددون في المستحبات هم اللي تشددون. قيام الليل، الصيام، صيام التطوع، التبتل وعدم التزوج من النساء لئلا تشغلوا عن الطاعة، زعمه يجي عيال يشغلونه كذا وكذا، لا هذا ما يجوز. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فخوفا من الغرباء. رواه مسلم. يكفي، هذا هو اللي وقفنا عليه العام، لكن عاد ما شاء الله. نعم. طيب ما شاء الله، جاءت خير. نعم. لا كنا نبدا من اول الباب، ما في شك احسن. نعم. نعم، هذا يأتي في حديث سيأتينا إن شاء الله، أن معنى سن سنة حسنة يعني أحيا سنة حسنة. فسن السنة يعني إحياء السنة، وليس لأحد أن يحدث شيئا، لكن يكون هناك سنة تركها الناس ثم يأتي واحد يحييها. هذا سن للناس إحياء السنن، سن لهم إحياء السنن، فله أجرها، أجر ما أحيا، وله أجر من اقتدى به في إحياء هذه السنة. وسبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، جاءه ناس جياع مجتاب النمار من مضر يرثى لحالتهم، فرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصدقة، جمع الناس وخطبهم وحثهم على الصدقة. فجاء رجل بصرة من النقود كادت يده أن تعجز عنها أو عجزت، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الناس تتابعوا بالصدقات حتى حصل كوم من الصدقات عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذه الكلمة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. أي أن هذا الرجل لما بادر وجاء بهذه الصرة اقتدى به الناس، فهو سن لهم سنة حسنة وهي التصدق. فهذا معنى سنة في الإسلام، يعني أحيا سنة تركها الناس أو نسيها الناس فجاء وأحياها. وأما سن سنة سيئة هذا معناها البدعة، هذا معروف، أحدث بدعة. نعم. صلى الله عليكم. ذكرتم فضيلتكم أنه ليس هناك بدعة حسنة، مع أن عمر رضي الله عنه قال في صلاة التراويح: نعمة البدعة أو خير البدعة عنها. وهل التراويح بدعة؟ التراويح سنة، التراويح سنة، لأنه صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، فلما جاء عمر أعاد الاجتماع لصلاة التراويح كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة، سن سنة حسنة، أي أحيا سنة، أحيا سنة. وأما قوله نعمة البدعة فالمراد البدعة اللغوية، البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية.
لأنه جمعهم على إمام واحد بعد ما طال العهد ونسوا هذا، فكأنه ابتدعها من عنده، ولكنه في الواقع لم يبتدعها، وإنما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله. ما رأيكم في من إذا عرف عليه نقص الطاعة في ولي الأمر قال هذا الناقل أنتم تغرون في طاعة ولي الأمر؟ يترك هذا، هذا جاهل، هذا جاهل. طاعة ولي الأمر لا بد منها، طاعة ولي أمر المسلمين لا بد منها، إلا إذا أمر بمعصية. الرسول لم يستثني إلا المعصية، إلا أمر بمعصية فلا يطاع في المعصية. أما إذا كان ما أمر به غير معصية تجب طاعته. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. فلا يجوز معصية ولي الأمر إلا إذا أمر بمعصية. نعم. وليس في هذا غلو، هذا هو السنة، هذا هو السنة. يعني هذا الشخص اللي يقول يبي ولي الأمر يطاع بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، ما يجوز هذا. نعم. أتابعكم الله. ما رأيكم في التفرق والاختلاف من اجتماع الاخذ والبدعه والاشتياء والحلم والفكر والسلف على منهج واحد ضد الجميع والتفرق بين الاخوان بينهم؟ المراد بالاجتماع اجتماع اهل السنه، اما البدعه واهل الانحراف والضلال هؤلاء ليس لا نجتمع معهم، لا نجتمع معهم ابدا، ما نجتمع الا مع اهل السنه. نعم. السلام عليكم. هل ترك القصص في محاضرات معينة تكون هذه القصص واقعية؟ نعم. هل ترك القصص في محاضرات معينة هي قصص واقعية؟ هل هذا فعل من معارضة السنة كما ذكر في حديث الأرزاق ومعلمهم القصص في النمو؟ الله جل وعلا يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. أقول: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. القصص الصحيح هذا طيب، ولكن ما يكثر منه، ما يكثر منه، تجعل الخطبة كلها قصص أو المحاضرة كلها قصص، لكن يؤتى منها بما يناسب، بما يناسب الموضوع فقط. أما أنه يصير المحاضرة كلها قصص أو الخطبة كلها قصص، لا. نعم. الله يقول: قال أحد مشايخ الصحابة: إنه لا يعلم طريق يسلك به حديث رسول صلى الله عليه وسلم الذي به أن الأمة تختلف على ثلاث وسبعين شعبة أو نقطة. وهو شيء علشان أنه يعرف الحديث، وما هو شيء. هذا الحديث تولاها أئمة الحديث وبينوه وشرحوه، وأما هذا القائل فلا عبرة به، هو ما هو بشيء علشان أنه يعتبر كلامه ولا يؤخذ. نعم. أتابعكم الله. هل الحديث أن الله لا يفهم حتى تمنى تصريحهم وما معناه؟ نعم، حديث صحيح، وهو مثل قوله: فيسخرون منهم سخر الله منهم. الله يستهزئ بهم ويمدهم، هذا من باب المجازاة، باب المجازاة. فإذا مللت من عبادة الله فإن الله سبحانه وتعالى يتخلى عنك، وأما إذا قمت بالعبادة ودعوت الله عز وجل ولو طولت ولو أكثرت من الدعاء فإن الله لا يمل، بل يحب ذلك، يحب من عباده كثرة العبادة وكثرة الخير، كثرة الدعاء والإلحاح في الدعاء. نعم. هذا من باب المقابلة. أما الله جل وعلا ما يوصف بالملل المطلقة، وإنما يوصف بأنه يمل إذا مل عبده من الخير. نعم. مثل: ومكروا ومكر الله. نعم. فيسخرون منهم سخر الله، لا بالجزاء. نعم. أتابعكم الله.
نسمع في هذه الأيام مقولة تنص على عدم التشدد والتوسع في باب سد الذرائع، فما هي الحدود المسموحة باستخدام باب سد الذرائع ولمن يوكل هذا الباب؟ هؤلاء لا يعرفون ما هو سد الذرائع. اللو يريدون أن الناس يتساهلون ويتركون الأمور التي تفضي إلى الشرك، تفضي إلى عبادة القبور، تترك، لأن هذا من الغلو في سد الذرائع بزعمه. وهم ما يعرفون سد الذرائع ولا حجة بكلامهم، ألا يعبى بكلام هؤلاء أبدا. سد الذرائع باقي على ما هو عليه في الشرع، ولا عبرة بقول هؤلاء الذين تضايقوا من سد الذرائع. الإمام ابن القيم ذكر سد الذرائع من 99 وجه في كتابه إعلام الموقعين وفي كتابه إغاثة اللهفاء. سد الذرائع قاعدة عظيمة في الشرع. نعم. فضيلة الشيخ، قال الحكم بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، فما تعليقكم على هذا؟ أما الحكم الشرعي فلا يتغير أبدا، الحكم الشرعي لا يتغير، إنما الذي يتغير اجتهاد المجتهدين. وأما الحكم الشرعي في حد ذاته فهو محكم لا يتغير أبدا إلى أن تقوم الساعة، لكن اجتهاد المجتهدين يتغير. ولا يقول الإنسان أنا اجتهدت خلاص، بل كل ما يعرض له مسألة أو اجتهد فيها غيره يجتهد فيها، يجدد الاجتهاد لعله يتبين له الصواب. ولهذا الأئمة يرد عنهم روايات في المسألة الواحدة، الإمام أحمد يرد عنه 7 روايات 5 روايات، لأنه كل مرة يجتهد. وعمر رضي الله عنه لما قضى في مسألة من مسائل المواريث قضى فيها بقضاء يخالف قضاءه السابق، فقيل له في ذلك قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فالذي يتغير هو اجتهاد المجتهد، واجتهاد المجتهد ليس حكما شرعيا، وإنما هو بحث عن الحكم الشرعي. اجتهاد المجتهد ليس حكما شرعيا، وإنما هو بحث عن الحكم الشرعي. ولا يقتصر الإنسان على الاجتهاد السابق منه أو من غيره، بل كل ما عرضت المشكلة يجدد الاجتهاد لعله يتبين له خلاف ما سبق. نعم. جزاكم الله. هذا لماذا فلنختار الخطاطين والدعوة ونختار المجالسين؟ لأن القصاصين بالغالب يتعمدون على الحكايات، يعتمدون على الحكايات وعلى الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، فلذلك نهى عنهم السلف، لأنهم لا يتحفظون، يريد أنه يشغل الوقت ويجذب أسماع المستمعين، ولو كانت القصة غير صحيحة أو الحديث غير ثابت يريد جلب استماع المستمعين والتأثير عليهم، ما يتحرى الصحة. هذا هو السبب في كون السلف يحذرون منهم. نعم. أذاركم الله. من المعلوم أن عقيدة أهل السنة في مرتبة كبيرة أنه لا يقلد في النار، ولكن أراد أحدهم عليه الكفر وإلى كم في حديث من قتل نفسه أنه قائل مقلد في النار، كيف نرد عليه؟ هذا مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. المراد الخلود المؤقت وليس الخلود المطلق المؤبد. خلود يعني طول التعذيب في النار، يخلد يعني يطول تعذيبه في النار، وليس معناه أنه لا يخرج منها مثل الكافر والمشرك، لا، فهو خلود مؤقت. نعم، أي طول البقاء والتعذيب والعياذ بالله. نعم. أذاركم الله.
تعليم دعاء ركوب السفر والسيارة هل يعتبر تكليفا؟ تعليق الأدعية على السيارات أو على الجدران هذا لا أصل له، ما كان السلف يعملون هذا الشيء، وهذا فيه امتهان أيضا للأذكار، فيه امتهان للأذكار، وهذا لا يحصل به المقصود، ما يحصل به أنه من علقه فكأنما ذكر الله وكأنه ما دعا وكأنه دعا، لا بد يدعو بلسانه، لا بد الدعاء عبادة والذكر عبادة، لا بد أن يأتي به بلسانه، ما يكتفي أنه يعلق التعليق فقط. وإذا كان القصد من تعليق هذا الدعاء أنه حجاب على السيارة أو هذا تميمة لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة قد أشرك، في رواية من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لا يجوز تعليق التمايم على الأشخاص أو على الدواب أو على السيارات أو على البيوت، هذا ما يجوز، ولو كانت من القرآن ولو كانت من الأدعية الصحيح ما يجوز التعليق. نعم. السلام عليكم. هل صحيح ان الذي يقول يا ادم اردني ويا قلم اسعدني؟ يا دم. نعم. هذا من مبالغات الشعراء. هذا من مبالغات الشعراء ولا عبرة به. نعم. الخروج على وجه الامر العبد من مثل القواعد. بلا شك مذهب الخوارج يعتمد على أمرين، بل يعتمد على أمور، يعتمد أولا على تكفير أصحاب الكبائر، على تكفير أصحاب الكبائر التي دون الشرك، ثانيا الخروج على ولاة الأمور بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزعمهم، ثالثاً استباحة دماء المسلمين. ولذلك الخوارج من بدء التاريخ إلى الآن ما قاتلوا الكفار وإنما يقاتلون المسلمين دائماً، كما قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، هذا في البخاري في صحيح البخاري، هذا مبنى أو هذه مباني مذهب الخوارج، تكفير بالكبيرة، الخروج على ولي أمر المسلمين، استباحة دماء المسلمين، نعم، وعدم قتال الكفار. نعم نعم. الله أكبر الله أكبر المهرجان مصنوع عيد المهرجان والنيروز أعياد الفرس أعياد المجوس، التسمية لي مجلوبة من أعياد المجوس،
ينبغي أنها تترك. أما الجوائز التي على تعليم العلم النافع الشرعي فلا بأس بها. الجوائز التي تكون على تعليم العلم الشرعي لا بأس بها، لأن هذا من نشر العلم. والإمام ابن القيم ألحقها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. قال: هذه الثلاث من أدوات الجهاد في سبيل الله، وتعليم العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. فإذا نظمت تنظيما صحيحا ولم يحصل فيها تلاعب فهي من التشجيع على طلب العلم. نعم. ولكن لا ينبغي لطلبة العلم وتعليم حلق تعليم القرآن أنهم يتلفظون بها الأسماء المهرجان. مهرجان هذا من أعياد الفرس، مجوس. نعم. أداركم الله. يقول أكثر الناس من اختلاف العلماء رحمه الله تعالى عليه. الاختلاف ما جاء في القرآن إلا مذموما منهيا عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف والتفرق. الاختلاف الذي يكون سائغا الاختلاف في الاجتهاد، استنباط المسائل الفقهية، ولكن لا يبقى على الاختلاف، بل تعرض الاجتهادات والأقوال على الكتاب والسنة، فما وافق من الاجتهادات يؤخذ به، وما خالف يترك. هذا هو الصحيح. نعم. أما إطلاق أن الاختلاف رحمة هذا غير صحيح. نعم. الاختلاف عذاب. نعم. جزاكم الله كلمة الله يذكركم بالخير ورحمه الله. دعاء، هذا دعاء، هذا دعاء. الله جل وعلا يذكر عباده المؤمنين: اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. نعم. الله إذا نعم، إذا كان هذا صحيحا أنه ما يعتقد أن فيها فضل وليست، وإنما اتخذها لإحصاء التسبيح، فلا بأس بذلك. مثل ما لو عد التسبيح بالحصى أو عده بأصابعه، لا بأس أنه يستعين بشيء يعينه على عدد التسبيح، ما لم يعتقد أن هذا الشيء فيه فضل أو أنه مشروع، وإنما هو من المباحات، يعتبر من المباحات. نعم. أحسن الله إليكم. ما حكم تعليق أوراق المحاضرات التي عليها إعلان بعض المؤسسات التجارية داخل المسجد أو على أبوابه؟ ما كان فيه رعاية تجارية لا يعلق في المسجد، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة قديما بمنع تعليق الإعلانات التجارية في المساجد على حساب التوقيت، لأن بعض الشركات تعمل حسابا للسنة ومواقيت الصلاة وتحط عليها دعاية، هذا يمنع في المساجد، لا تعلق مثل هذه الحسابات في المساجد وهي فيها دعاية تجارية. نعم. بعد ما يسلم يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذو الجلال والإكرام، ثم يأتي بالتهليلات العشر. نعم. لا يجوز تغيير الحواجب ولا النمص ولا العبث في الحواجب، لا يجوز هذا، هذا يسمى التشقيق، قد صدرت فيه فتوى بتحريم من اللجنة الدائمة. نعم. أحسن الله عليكم. مسافر أراد الإقامة في الطائف أكثر من 4 أيام،
إذا أتم الصلاة يأتي بالراتب، أما إذا قصر فلا يأتي بالراتب، إذا أتم إنه يأتي بالرواتب. نعم. إذا قضى المسافر الكبرى أو المغرب مع إمام المسجد ثم قام لقضى العشاء أو العصر وقضى جماعة وأقام الصلاة فهل يصلي معهم أو يصلي وحده؟ إذا قضى المسافر الكبرى أو المغرب مع إمام المسجد ثم قام لقضى العشاء أو العصر وقضى جماعة وأقام الصلاة فهل يصلي معهم أو يصلي وحده؟ صلي معهم إذن الجماعة، يجوز من يصلي فريضة خلف من يصلي فريضة أخرى، أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر والعكس. نعم، أن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر لا بأس، لأجل الجماعة. نعم. أنا رحم الله من قال تفصيلا لحكم التصوير أنه ما في تفصيل، تصوير حرام مطلقة ذوات الأرواح ما عدا التصوير الضروري مثل تصوير البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة، هذه أصبحت للضرورة تعملها للضرورة، وإلا أصلها حرام، لكن الحرام عند الضرورة يباح، أصبحت ضرورية هذه الأشياء، وما عداها يبقى على التحريم. نعم. عليهم أن يتفقهوا في دين الله، ما انبهروا بحضارة الغرب إلا لجهلهم، فعليهم أنهم يتعلمون ويتفقهون في دين الله عشان يعرفون الحق من الباطل والهدى من الضلال، وهذا من ثمار الجهل، هذا من ثمرات الجهل. نعم. سمعتم الحديث وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين. النجاة من الفتن هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة، هذا هو النجاة من الفتن، لكن هذا صعب يحتاج إلى صبر، قل من يصبر على هذا يحتاج إلى صبر، لذلك يأتي في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر خبط الشوك من شدة ما يلقى من المشقة في التمسك بالدين، لأنه يخالف الناس كلهم، بل قد يخالف والده وابنه ومن أهل بيته، يحتاج إلى صبر. نعم. طيب.